محمد هنيدي فاجئنا النهارده بتغريده، ومحمد هنيدي دايما بيطلع على تويتر بيبقى ارقامه عاليه، انت مش متخيل ارقام محمد هنيدي. يعني لو تيجي تقول لي الممثل رقم واحد الارقام وعلى الانترنت بتكسر الدنيا بعد او مع محمد رمضان، محمد هنيدي، لان محمد رمضان شويه زي العسل و... قال لك ايه؟ قال لك هو كده التغريده بيقول لك قررت النهارده الصبح قرار مهم، قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديده كمطرب افراح شعبيه. وبعد كده عمل متابعه قال لك اي حد عنده فرح يبعت لي على التليفون، وقال لك يا جماعه ايه ارجو ما حدش يسخر من قراراتي الصباحيه. هو انا تعرف اللي لفت نظري ايه في الموضوع الايميل عشان حجوزات الافراح، وقال لك ما حدش يسخر. وفي نهايه شهر ايلول شهر بالك ايلول شهر ايلول اللي لفت نظري جدا بصراحه. طبعا الناس ما سكتتش، تغريدات كتير ان محمد هنيدي بتبقى كلامه تعرفش هو بيتكلم جد ولا سخريه ولا كده. ايمن بهجت قمر رد عليه وقال لك فاكرينك بتهزر، ما يعرفوش انك طول الليل عمال تنطع في اغاني. لو خد بالك هو كان بيعمل عندليب الدقي فاكرينها؟ بس برضو ايتن عامر برضو علقت على اللي قاله محمد هنيدي، وكتير جدا من الجمهور كمان اشتبك مع محمد هنيدي، ومحمد هنيدي مست ان هو بيتفاعل ده وده برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا، ان كتير جدا من الفنانين بيسيبوا الحسابات بتاعتهم للقائم على الاكاونت او كده، لكن هنيدي بيشتبك في وقت طمنا على كريم مصطفى.